مجددا اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام والان مستمرين بالحديث عن بطوله الطائره للسيدات ونادي النصر وبشرفنا يكون معنا رئيس نادي النصر السيد يونس عبد الله اهلا وسهلا فيك, أهل فيك ومدير الفني السيد علي مانجو صباح الخير وكابتن الفريق رهف حيمور صباحك اهلا وسهلا صباح الورد لكم واهلا وسهلا فيكم ومبروك ايضا كمان نشطت لما ترجع ولما ترجع هالبطولات الواحد بتنفس اكثر واكثر صباح الورد من عندك صباح الخير رئيس نادي النصر السيد يونس العبد الله فعليا يعني اول شيء صباح النور ودائما وابدا أنتم داعمين للرياضه ابدا مكانكم تسلم فاحنا بنادي النصر اداره ولاعبين وجهاز فني وتدريبي نشكر التلفزيون الاردني وخاصه يعني انت دائما يعني غامريتنا بلطفك ابدا ابدا مكانكم لأنه فعليا هذا النوع من الدعم هو بيؤدي إلى أنه الاستمرارية والحافز للاعبين وبالأخص عندنا يعني الصبايا صحيح فإحنا بنادي النصر بدأنا من من المرحلة والبنات اللي عندنا بكرة الطائرة هم استمروا مع الكابتن علي منجو منذ الصغر طيب. واستمرينا بهذا النهج حتى وصلنا الى مصاف الدرجه الاولى فباول مشاركه لان احنا حصلنا المركز الرابع واللي بعده لاحقين ما احنا يعني حاليا في بطوله كاس سمو الاميره ايا حصلنا المركز الثاني وكانت مباراه شيقه وحاميه وكان الفرق ما بين 25 او 21 تقريبا كانت يعني نعم. بسيط جدا الفرق فمرات احنا نصعد ومرات هم فكانت يعني فعليا مباراه ممتازه وتتمتع بروح رياضيه عاليه وكان فريق ديلاسال ولا فريق نادي النصر هذول ابنائنا وبالتالي هم مداعم للمنتخبات الوطنيه ففعليا يعني انا بهني فريق ديلاسال على فوزهم لهي البطولة وحصولهم على الكأس وفريقهم فعليا يعني عندهم بنات كويسات بيستاهلوا ألف ألف مبروك لهم كأنه إحنا إحنا اللي أخذنا لأنه هاي هي الرياضة صحيح مية وشاكرين أكيد تواجدكم معنا اليوم ونحكي أكثر عن الجانب الفني مع كابتن علي بالتحضير بهاي البطولة وكيف كانت الأجواء اول شيء صباح الخير لكم جميعا اهلا وسهلا شكرا للاستضافه هاي ثاني مره انا يعني اكون متواجد معكم اهلا وسهلا الله يحييك ربي اه احنا استعدنا البطولة من شهر ستة لما فتحوا المجال الرياضي من اول واحد ستة واستعداداتنا كانت يعني تمرين ثلاث ايام في الاسبوع مده كل تمرين ساعتين واجهنا شويه صعوبات بالتزام البنات في الجامعات وفي بعض البنات في اشغالهم كانت الامور شويه يعني صعبه مو زي اول يعني آه، ثلاثة ايام في الاسبوع بنات يعني اللي بتتواجد اللي ما تواجد استعدينا بشيء كويس الحمد لله رب العالمين وادينا في بطوله السوبر شيء كويس وادينا في كاس الاميره آية شيء احسن وما كان لنا نصيب كنا الافضل بس ما كان في نصيب والتوفيق بيجي من عند ربنا اولها واخرها الله يعطيكم الله الف عافيه يعطيكم الف الله عافيه, عافية وكمان المايك لو نعطيه لرهف حيمور وانت كابتن الفريق <applause> آه، تجمعكم كيف كان تحضيراتكم للبطوله بطوله هلا آه. احنا بتقدري تحكي من واحنا صغار نلعب مع بعض صحيح. فمتعودين مع بعض متعودين على اللعب مع بعض فكان تجمع انه احنا تمرين يلا كلنا احنا حابين اللعبه يلا كلنا على التمرين حابين نتمرن حابين ناخذ البطوله الله ما وفقنا بس الحمد لله لعبنا بشكر كل بنت كانت في الملعب وكل بنت شو ما قدمت انا فخوره فيكي وفخوره بشو في انت قدمتي يعني بالاخير وبالنهايه التوفيق من عند الله صحيح. لعبنا وتعبنا وتمرنا ولسه في الدوري لسه في مباريات جاي ولسه احنا عمرنا صغير جايينكم جايين الخير جاي, خير جاي. <تصفيق> <تصفيق> يعني عشان هيك جوز السيد يونس أصر على وجود لاعبات وأصر على وجود المدير الفني عشان يحكي لكم شكرا بطريقته بجوز والله أنا اللي لازم أحكي لك كابتن يونس شكرا هو احنا معنا هو معنا في النادي وبوقف معنا بكل شيء وحضر كل مبارياتنا وبيجي على تماريننا وبيحضرهم وبيدعمنا بأي طريقة بيقدر يدعمنا فيها بدعمنا فيها فعن كابتن يونس شكرا تستاهل. كثير تستاهل. يعني فعليا بيستاهلوا لما بيكون لاعبات عم بيحكوا شكر من القلب وهم لعبوا وانجزوا وحسوا بانه هذا اللي عندهم وقدروا يحققوا نجاح بانهم شاركوا. شو شو بيكون تقييمك انت للوضع العام؟ أه والله يعني انا فخور فيهم ومبسوط لانهم هذول البنات يعني. وفعليا هم مبدعات يعني بالرياضه ومبدعات في العلم. نعم. أه وانا يعني لما اشوف من خلال تواجدي في في المراحل اللي بدوا فيها فبحس انا يعني انه في إشي اثمر يعني اثمر وقاعدين بيطلعوا يعني هي في خاصيه عندنا بالنادي انه احنا اعتمدنا على بناتنا اللي طلعوا يعني عندنا بناتنا بيلعبوا ناشئات وبيلعبوا فريق اول في بعض انديه عملها هي بتجيب من من ال... من الانديه الاخرى لاعب جاهز وبيلعب مع دوري او موسم وبعدين بروح لا احنا بناتنا معانا من سنوات يعني احنا عشنا معهم بمراحل الرياضه ومراحل المعسكرات وعمليات التمرين فاحنا كعائله واحده بحس وانا دائما يعني بكون مبسوط وهذا بدك يعني الصحيح انه يعني انا شوي يعني بالنسبه للوقت لل تبعي لانه في عندنا فرق ثانيه ويعني حتى انا قصرت في عمليات البيت والاهل وال ف يعني انا يعني كل وقتي بي بي لنادي النصر ولعمليه الفريق وحضور التمارين لانه احنا عندنا كمان فريق كره قدم برضه بنات و يعني حصلوا على مراكز كويسة وبيلعبوا حلو وبالمنتخب بيعنا مصارعة فهاي كلها بتاخذ من الوقت كثير يعني فأنا بشوف لما أشوف بناتنا عمالهم يلعبوا حلو كويس عماله بتقدموا يعني أنا بكون سعيد جدا مية بالمية مية بالمية وهون بيجي كمان دور الدعم النفسي وبنحكي عن الدعم اللوجستي <applause> او مش اللوجستي خلينا نحكي ايضا دعم نفسي ولكن من نوع مختلف للاعبات قبل اي بطوله وقبل وبعد اي بطوله كمان يعني احنا بنحكي قبل البطوله حناخذ الكاس بعد البطوله مش مشكله انتم قدها وقدمتوا اللي عليكم نتحدث عن هذا الدعم النفسي الفني من عندك كابتن علي ما بلشت مع البنات اللي عندي ما بلشت معهم من إن انا مدربهم انا كنت معهم من التربيه يعني كانوا معي من الصف السابع يعني انا عشت معهم ان انا ابوهم ما عشت معهم ان انا مدربهم حبيباتي بناتي حبيباتي يعني <applause> سامعين في الكلمه البنت كانت معي صغيره ما شاء الله هسه كمان حالك يا كابتن <applause> يعني صارت معي صف ثاني سنه جامعه وفي بنات سنه رابعه الجامعه يعني هذول من الاجيال اللي انا يعني طلعت معهم شفت حالي فيهم وهم شافوا حالهم فيي فما في بيني وبينهم انه كابتني اخوي في بعض البنات ثيابه يعني صحنا العمر صغير بس انه خلص في الاحترام الشغله الحلوه اللي صار في الموضوع انه الدعم الاهالي دعم الاهالي كثير يعني انه اهاليهم الكابتن علي انت مع الكابتن علي وبس ما في كابتن علي ما في رياضه او ما في مجال ما الرياضه اه انت بتحكي عن سبع سنوات يعني الاحترام اللي بينه وبينهم كان اكبر فهم هم اللي كان الاستعدادات للمباراه النفسيه كرمال نفرح الكابتن علي كرمال انه نعطيه حقه اللي تعبه علينا من يعني بتحكي سبع سنوات فكان هم يعني نفسيته اكثر ما هي نفسيتي انا بقول اعطي اللي عندك اخسري فوزي بس اعطي اللي عندك اعطيني الجهد اللي انا تعبته وانبسطي باللعب وانبسطي يعني كان في مباراتنا الكاس السوبر كان المستوى شوي اقل من اللي انا متوقعه وان انا طامحه في مباراه الكاس الاميره ايه لا كان المستوى كثير عالي يعني الحمد لله رب العالمين بشهادة الجميع بشهادة البنات بشهادتي بشهادة رئيس الاتحاد نائب سمو الأميرة آية إنه المستوى كثير عالي بس ما كان في توفيق وهي توفيق تيجي من عند ربنا استعداداتنا كانت كثير قوية وممتازة والنفسية كانت عالية للبنات بس تيجي هي توفيق من عند ربنا الحمد لله رب الحمد رب العالمين. لله دائما ابدا كابتن رهف اذا بدنا نحكي على نفسيه اللاعبات كيف بتكون قبل المشاركه باي بطوله او باي استحقاق وكيف بعد بتكون اكيد قبل البطولة بكون عندنا توتر، انت ايش انت فايتة مش عارفة انت بدك تعطي في الملعب، انت بدك تاخذي الكأس، يعني انت حاطة في بالك بس فوز، يعني كنا فايتين حماس، أه توتر كثير، يعني احنا مباراة السوبر اللي... اللي خسرنا صراحة كنا كثير متوترين، يعني التوتر ما عمري شفته بين بين فريقنا ابدا، مباراة الكأس الأميرة لا حكي روقوا بنات بدنا نلعب، بدنا ناخذ الكأس، تعبنا ما يضيع، لعبنا الحمد لله، بس أنا بحكي لك التوفيق من عند الله وبعد ما تخلصوا بعد ما خلصنا بنات لا تزعلوا احنا اعطينا اللي بدنا اللي اللي عملنا كل شيء علينا اعطيتي في الملعب بينتي انك انت بتلعبي توفيق بس <تصفيق> <تصفيق> يعني نفسيتك ما تتحطم لسه عنا دوري لسه عنا <applause> مباريات لسه السنوات اللي قدامك جاي ما خلص ما العالم ما خلص صحيح 100% <applause> وهذا الشيء المهم و... وبجوز من هاي النقطه برز نادي النصر وصار اسم من الاسماء الصعبه بعدد من الرياضات مش فقط برياضة الطائره هو فعليا الحمد لله رب العالمين وهذا يعني كله بفضل النا يعني الفريق اللي بيشتغل معي وبالاخص اللي هم الجهاز الفني لهذه الالعاب واحنا يعني نتعامل مع الفرق والأجهزة الفنية كأسرة واحدة من هون يعني بتحس أنه في انتماء صادق فعلي بالعمل لأنه أنت لما تكون تشتغل معاه كفريق واحد ما في لا رئيس ولا مرؤوس يعني فبتلاقي في إخلاص بالعمل صحيح وسماع الرأي الآخر بأي حدث بأي مباراة بأي تمرين بأي عنصر أنك أنت بدك تستقطبه برضو هذا له 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 دوره يعني احنا دخلنا بكل الاتحادات اللي انتسبنا إلها. احنا يعني حققنا مراكز متقدمه وكنا ابطال وارقام صعبه يعني آه نعم وحتى يعني بنرفد المنتخبات بهذه الالعاب صحيح لانه فعليا احنا بوجودنا بالمنطقه الشرقيه من عمان ارضيتها خصبه بالرياضيين صحيح. ولا يعني حتى عندنا شباب الشباب اللي عندنا احنا بنهيئهم وبروحوا لانه الرياضه الرياضه كره القدم او اي رياضه للشباب هي مكلف يعني صحيح. مكلف كثير فاحنا بنهيئ هذول الشباب ويعني لانه احنا ما ما في عندنا ما في عنا داعم او في عنا دخل اخر اللي نقدر احنا يعني والحمد لله رب العالمين يعني احنا مثلا لما بلشنا بكره الطائره طلعنا وين فلقينا الكابتن علي يعني لانه هو من من خيره الشباب ومسؤول وحصل على عده القاب فريقه بوزاره التربيه المديريه فقلنا خلينا احنا نستقطبه لانه راح يجيب عندنا لاعبات مبدعه فحاليا عندنا احنا مركز واعدين لكره الطائره لنادي النصر هاي بيهيئه على اساس انه هذول اللاعبات لما يطلعوا لفوق احنا نلاقي لاعبين يلعبوا وهي يعني فعليا وهي بالبدايه انا يعني بخص الشكر الكبير والهم الداعم الاساسي والرئيسي اللي هو اتحاد نعم. اتحاد كره الطائر فكل الشكر لسمو الاميره اية الفيصل ونائب الرئيس الحميد جهاد اقتشاد لانه فعليا هو لما يجي يحط مدرسه واعدين في مناطق منطقه شعبيه هو نشر رياضة الطائرة وخدم المنطقة كاملة ودعم هاي الرياض ومثل ما تحدث كابتننا بأنه كمان الأهالي في في لهم دور طبعًا. كبير بتشجيع هاي الرياض لأنه أنت لما ترسل بنتك مع مدرب مع نادي أنت بتكون يعني بأمان وبتهيئ لها الفرصة أنها تنمي الهواية تبعها يعني باي باي رياض فاحنا يعني فعليا بهذا العهد بطلع انا خلال تواجدي بي بنادي النصر بانه الرياضه النسويه قاعده بتمشي في خطوات ثابته وصحيحه وفي عنا فعليا عناصر تتمتع بهاي الرياضه بكل مهاره عاليه أصحيح. وحققوا حققوا انجازات و يعني البنت بدل ما كانت في البيت بس بدها تطبخ وهالمطبخ وهال شو اسمه هلا صارت تنمي الهوايه تاعتها و تعطي ارائها بكل اريحيه وتتحدث مع زميلها مع اخوها مع مدربها و يعني فرصه انفتحت لها يعني فعليا كل الشكر والتقدير للقائمين على هاي الرياضه و طبعاً وكل الرياضات بشكل عام هي بتهذب النفس وبتسلي الشخص وبرضه بتستثمر وقته بشكل جيد طبعا احنا ما بننكر انه امور البيت والمسؤوليات هي شيء اساسي وضروري ولكن تنميه مهارات الشخص الفرديه كابتن نسال عن ايش في استحقاقات بالفتره القادمه عم نجهز لها هلا في عندنا بطوله الدوري ان شاء الله راح تبلش في كانه 17 10 او 20 10 ما فيش وقت ما في يعني انه ورا بعض البطوله واظن انه في بطوله شاطئيه رح تبلش في شهر 11 او نص 11 في بطوله شاطئيه هي اول مره بقيمة الاتحاد الاردني بطوله الشاطئيه يعني بس ضلنا بطولتين باذن الله في بطوله الشابات في اخر 11 اللي هم نفس الفريق الاول لنادي النصر راح في كل فخر تحكي لك طبعا ان شاء الله يعني لانه 100 100 يعني الطموح ان شاء الله موجود احنا يعني بشكر كل بنت لعبت معي وتعبت ووصلت لهذا الانجاز بشكر الكابتن المساعد اللي معي محمد بسام ابو زيد بذل كل شيء ان كان انا ولا كابتن محمد كنا اثنين بواحد زي ما يسموها بذلنا كل شيء والبنات الحمد لله رب العين اعطونا احنا في هذه السنه اول سنه كان هذا النصر نستقطب ثلاث بنات خبره هدف الخبره احنا بناتنا عنصر الشباب حبينا نمزج الخبره مع عنصر الشباب وان شاء الله يعني يعني صار جديد عندنا يعني صار تقريبا اسبوعين خلال يعني الفتره هاي قبل الدوري بكون يعني انسجموا اكثر مع بنات الشابات وبتوقع ان شاء الله الدوري يعني يكون في مستوى عالي وان شاء الله نيجي هون في الحلقه القادمه على طول جاهزين باذن الله باذن الله <applause> بالتوفيق إن شاء الله. للجميع إن شاء الله يا طبعا رب. وبدنا كلمه من رهف كمان اكيد شو بتحكي للصبايا شو بتحكي لحالك ومين حابه تشكري؟ اكيد اول شيء حابه اشكر كابتن علي رئيس النادي كوتش يونس وحابه اشكر مساعد الكوتش محمد جروان كثير تعبوا علي يعني انا لولاهم ما كنت وصلت لهون حابه اشكر اهلي انهم اعطوني هاي الفرصه حابه اشكر اي بنت كانت معي بالفريق على ما قدمت في الملعب يعني انا كانت جزء بقدر احكي لك مهمتي كانت الصعبه في الملعب انه انت كابتن فريق بدك تحاولي انت تمسكي حالك تمسكي اعصابك لا تعصبي لا ترجي بنت انه انت توترتي ضاعت النقطه منها عشان هي نفسها ما تتوتر يعني بدك تحاولي تمتصي غضب الكل توتر الكل عشان العبي براحه آه كل بنت انت بتقدري تلعبي العبي الرياضه مش شيء عيب الرياضه بتعطيك ثقه في حالك بتقوي شخصيتك آه ما بتبعدك عن شغل البيت <تصفيق> 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 و... <تصفيق> أو لا أنا يعني إحنا كنا في النادي ما شاء الله عليهم البنات ما شاء الله علينا كنا طالبات جامعات كنا بندرس كلهم معدلات عالية ما شاء الله فبس شكرا للاتحاد إنه بدعمنا يعني وشكرا للمنتخب يعني أنا كلاعبة منتخب كمان لازم أشكر المنتخب إنه أعطاني فرصة كانوا يشجعونا يعني كابتن زياد حبش كابتن نانسي عياش بحب أشكر أي حدا تعب علي ووصلني لهي المرحلة بدي منك كلمة لنادي لسال على الدوري شو بتحكي لهم؟ استنوني 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 هذا <applause> التحدي أنا بحبه بصراحة لأن المناكفات الجميلة جات كلمة منك ومن الصبايا لسال هلا بعديكم هم استنونا استنونا جايينكم <applause> نار يعني إن شاء الله مجهزين إشي للدوري أقوى من كأس الأميرة وأقوى من كأس التوفيق بالتوفيق يا رب بالتوفيق شكرا لحضراتكم نورتونا ودائما مكانكم شكرا لكم